يقدم معه الدجاج مكشن. بسم الله. لا يفوتكم السليق. بسم الله. ناخذ من الشطة شوي نحط هنا، ناخذ شوي من الدجاج. بسم الله. السلام عليكم، صباح الخير، يا هلا والله وسهلا، حياكم الله. اليوم بسوي سليق على طريقتنا، طريقة أهل القصيم، وفيها بعد تعديلات. السليق من ألذ الأكلات، وكل مدينة لها نسخة من السليق. فيها السليق الطائفي المشهور جدا، وهو أشهر نوع من أنواع السليق، السليق المديني، سليق أهل مكة، كذلك السليق اللي بمنطقة الشرقية، والسليق اللي بالمنطقة الوسطى. راح أسوي معكم السليق اليوم، راح أقدم معه دجاج بس بطريقة مختلفة، تكشينة كذا. وبنسوي اليوم كشنة السليق، نفس كشنة الجريش، وبنسوي معهم الشطة، شطة السليق والجريش. السليق حنا نقدمه شوي ثقيل، مطبوخ كثير، أقرب ما له القوام مثل قوام الجريش. السلام عليكم، مساء الخير، ويا هلا والله وسهلا، حياكم الله. بسوي معكم اليوم السليق على طريقتنا. اليوم الجو بارد ويبغى أكلة دسمة ولذيذة. السليق يحبونه كل الناس، الصغار الكبار، أكلة مفيدة وسهلة وبسيطة. راح نقدمها بطريقة شوية اليوم مختلفة. بنشرح معكم السليق، بنشرح معكم كشنة السليق، حنا نقدمه مع كشنة مثل كشنة الجريش، وراح نقدمه مع دجاج مكشن بطريقة مختلفة والأكيد لذيذة، وبنسوي بعد شطة السليق. تابعوا معنا التفاصيل، حياكم الله. طبخ السليق بالقدر القديم هذا، دائما الطبخات اللي تبغى وقت وتبغى حرارة هادية فضل تطبخ بقدور سميكة مثل هذا، علشان ما يحكك أو ينحرق معنا بسرعة. نبدأ بسم الله. أول شيء بنكشن بسمن، كشن البصل زين بس بدون ما يتغير لونه. بعد ما كشنا البصل بالسمن زين، بنضيف الحين الكمون وكزبرة أو الكمون الحالة. دي مرق دجاج جاهز، نضيف ماء. الرز المصري مغسول ومنقوع، نقعينه تقريبا قبل ساعتين من الطبخ. بسم الله. نضيف الحين الملح، نطبخ على نار عالية أول 5 دقايق، بعدين نهدي النار ونخليه ساعة ونص قبل إضافة الحليب. خلينا يطبخ تقريبا 5 دقايق على نار عالية. الحين بنهدي النار، نسكر الغطاء زين، ونخليه يطبخ ساعة ونص قبل إضافة الحليب على نار هادية جدا. بعد ساعة ونص الحين نضيف الحليب، نحرك الحين الحليب مع السليق، ونخليه بعد يطبخ على نار هادية ساعة ثانية، نار هادية جدا. يقدم مع السليق دجاج مكشن. عادة يقدم السليق مع دجاج محمر بالفرن أو مقلي، أنا بسويه دجاج مكشن مخلي من العظم. ليش أسوي كذا؟ علشان أثناء الأكل لو في أطفال كبار بالسن يأكلون وهم مرتاحين وما يكون في عطاء. كشن البصل على حرارة عالية، كشن البصل على حرارة عالية وتشقر، نضيف الحين الثوم، نضيف الفلفل البارد، نضيف معجون طماط ومعجون فليفتة، نضيف البهارات والملح في الدجاج. بنهدي الحين على الدجاج وبنخليه على حرارة هادية وسكر الجدار. نقدم مع السليق كشنة قريبة من كشنة الجريش لكن ما فيها مسمنة. عندنا بصل تقطع صغير، فلفل بارد أحمر، بهارات الكشنة، شوي كركم وسمنة، ومعجون طماط ومعجون فليفلة. كشنة حمراء ورهيبة. نجهز الكشنة، عندي سمن، كشن البصل حرارة متوسطة إلى هادية، نبغاه يذوب بدون ما يتغير لونه. كشن البصل زين مثل ما تشوفون دبل، نضيف الحين الفلفل البارد تقطيع صغير، أضيف الحين معجون طماط ومعجون فليفلة. كشن البصل والفلفل زين ومعجون الطماط والفلفل، الحين بنضيف البهارات، بهارات الكشنة والكركم، خليها على نار هادية، وزودت شوي السمن. كشنة السليق جاهزة معنا، لون وريحة طيبة وطعم ونكهة حلوة.
الشطة اللي بنقدمها مع السليق، بنقدمها مع الجريش، مع المندي، شطة خضار طازجة يعني بدون طبخ، طماطم، فلفل بارد، فلفل حار، نعناع، كزبرة، عصير ليمون، ممكن تبشرون بشر ليمون، وملح وفلفل أسود أو الإضافات اللي تفضل. الدجاج المكشن جاهز. بسم الله ما شاء الله، مر على طبخ السليق من البداية 2:30. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، نحركه شوي بس. هذا قوام السليق، شوفوا مثل ما تشوفون هذا على طريقتنا، صير منطبخ مرة ولذيذ لذيذ بشكل ما يوصف. بسم الله، جهز معنا السليق، ولازم تجربون السليق على طريقتنا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. بشرة السليق لازم تكون حاضرة مع السليق، حط مسحة بسيطة. قدم معه الدجاج المكشن. بسم الله، لا يفوتكم السليق. بسم الله، ناخذ من الشطة شوي، نحط هنا، ناخذ شوي من الدجاج. بسم الله، شوف القوام، شوف سليقنا مختلف، لازم تجربونه. بسم الله، بسم الله ما شاء الله.